في العاشر من أبريل سنة 1912 تجمعت حشود على شاطئ ساوثامبتون لتوديع أكبر سفينة في وقتها، سفينة RMS تايتانيك. بلغت تكلفة أغلى تذكرة في الدرجة الأولى 4350 دولاراً، أي حوالي 70,000 دولار بمعايير اليوم. ولكن بعد إبحارها بخمسة أيام ابتلع المحيط الأطلسي السفينة. لذا لنعد إلى الماضي لنعرف ما حدث فعلاً في تلك الليلة المفجعة. أراد القبطان تحقيق رقم قياسي جديد للسرعة خلال أول رحلة للسفينة وأن يصل قبل الوقت المخطط. صممت السفينة لتكون محصنة ضد الغرق، لذا انطلق بكامل القوة والعزم إلى مياه القطب الشمالي المظلمة. وبعد ملاحظة جبل جليدي بارتفاع 30 متراً حاول طاقم السفينة توجيهها بعيداً عنه وتفادي التصادم، ولكن التايتانيك كانت تتحرك بسرعة هائلة، فحطم الجبل الجليدي جانب السفينة مما فتح شقاً هائلاً في الهيكل. لم يكن شقاً واحداً ممتداً، بل تضررت السفينة في عدة أماكن. بشكل عام امتد التلف على طول 90 متراً، ولكن مصممي السفينة جهزوها لاحتمالية التصادم وأضافوا مقصورات مانعة لتسرب المياه تحت جانبي السفينة لتشكل منطقة عازلة يمكن اختراق 4 مقصورات منها، وستبقى السفينة طافية دون مشاكل. ولكن الجبل الجليدي حطم جانب التايتانيك متلفا 6 مقصورات. لم تمتد المقصورات بارتفاع كل أسطح السفينة ولم تكن مغلقة من الأعلى، ولهذا حين غمرت أكثر من 4 مقصورات بالمياه اجتازت المياه الحواجز وغمرت المقصورات المجاورة، مما سبب غرق السفينة في المحيط. إنه مثل انسكاب المياه فوق صينية مكعبات الثلج. ولكن ماذا لو اصطدمت السفينة بمقدمتها؟ هل كانت السفينة ستغرق أيضاً؟ تصمم السفن مع أخذ احتمالية التصادم في الحسبان، ومعظم السفن مزودة بحواجز للتصادم في مقدمة السفينة. والأهم من ذلك كله أنها تعمل مثل مصدات سيارتك أو المنطقة الممتصة للصدمات فيها، وتلك ميزة أمان تتحمل الصدمة المباشرة. كانت مقدمة السفينة ستتحمل الصدمة، واقترح بعض العلماء أن المياه في تلك الحالة كانت ستغمر من 2 إلى 4 من المقصورات المانعة لتسرب المياه، أي أنه من الناحية النظرية كان ممكناً ألا تغرق التايتانيك، وكان من الممكن أن تتابع إبحارها إلى وجهتها النهائية لكن بسرعة أقل. ولكن الراجح أن قوة التصادم ما كانت لتكون عابرة. رغم إمكانية إصابة الركاب بسبب تأثير التصادم، كانوا سيبقون على السفينة في انتظار السفن الأخرى لإنقاذهم، بدلاً من اضطرارهم إلى النزول إلى مياه المحيط الأطلسي المتجمدة. ولكن أحد مصممي التايتانيك، إدوارد ويلدينغ، اقترح أن قوة التصادم ما كانت لتكون كبيرة إلى ذلك الحد. وأخبر المفوضية البريطانية بأن الكثيرين من الأشخاص بالكاد شعروا بالتصادم، وأنه اعتقد أن نجاة السفينة ممكنة لو اصطدمت بالجبل الجليدي بمقدمتها. صممت السفينة أيضاً بأبواب مانعة لتسرب المياه بين المقصورات، يتم التحكم بها عن بعد، لذا أمكن التعامل مع أي فيضان للمياه بشكل سريع. لكن لأن التايتانيك تعرضت ل6 شقوق من التصادم الجانبي، ولأن الأمر حدث سريعاً، غلق الأبواب لم يحدث فارقاً كبيراً، فقد كان من المستحيل إنقاذها في تلك المرحلة. بدأت السفينة تفيض بالمياه التي تدفقت إليها بمعدل 7 أطنان في الثانية، أي أسرع ب15 مرة من قدرة السفينة على ضخها إلى الخارج. لذا بينما يظهر أن التايتانيك كانت ستنجو لو أنها اصطدمت بالجبل الجليدي بمقدمتها، إلا أن الشوائب تعكر هذه الفكرة. أولاً، صممت مصدات التصادم للنجاة من الاصطدام مع سفينة أخرى وليس مع جبل جليدي عملاق. إن اصطدمت سفينتان كلتاهما ستمتص بعض الصدمة من خلال المصدات، وستتشاركان تأثير الصدمة، ومن المحتمل أنهما ستبقيان طافيتان، ولكن الجبل الجليدي ثابت، مما يعني أن التايتانيك ستمتص معظم الطاقة الناتجة عن التصادم. إن اصطدمت التايتانيك بالمقدمة أولاً، الراجح أن السرعة التي كانت تبحر بها كانت ستنقل تأثير التصادم إلى كامل هيكلها. تخيلوا سفينة تزن 46,000 طن تبحر بسرعة 37 كيلومترا في الساعة، في مرحلة ما تصطدم بجبل جليدي يزن أكثر من 100,000 طن. سيسبب هذا التصادم قوة هائلة تؤدي إلى أضرار جسيمة بالسفينة.
من المرجح أن تنقسم مواضع اللحام وتنهار السلالم وتنفجر المسامير في كل أجزاء السفينة، وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى غمر المزيد من المقصورات. كان من الممكن أن يتسبب ذلك في غرق التايتانيك في غضون دقائق بدلا من ساعات، ولكن هذا غيض من فيض، فكما نعرف جميعا الجزء الأكبر من الجبل الجليدي موجود تحت الماء. لو أبحرت التايتانيك بمقدمتها لكانت على الأرجح ارتطمت بجزء الجبل الجليدي الموجود تحت المياه أولا، وانحرفت على إثر ذلك عن مسارها تماما. الاصطدام بجبل جليدي ليس مشابها للاصطدام بحائط من الطوب. في هذه الحالة كان الجليد تحت سطح الماء سيمزق قاع السفينة ويسبب أضرارا لجانبيها. الجبال الجليدية ليست أجساما صلبة مسطحة، فإن حدث الاصطدام بغرض مسطح من الممكن أن تبقى السفينة طافية، ولكن الجبال الجليدية تتخذ مختلف الأحجام والأشكال، ومنها القباب والأسافين. عاينت الدراسات الفولاذ الذي استخدم في صناعة التايتانيك، وأظهرت الاختبارات أن المعدن أضعف بعشر مرات من الفولاذ المستخدم اليوم. بنيت السفينة قبل أن نفهم تأثير البرودة على الفولاذ. الفولاذ القديم المستخدم في صناعة هيكل السفينة لا ينحني في درجات الحرارة الباردة بل ينكسر. أظهرت الأجزاء المستعادة من هيكل التايتانيك أن الهيكل تحطم خلال الاصطدام، كما أن الاصطدام بمقدمتها كان سيسبب توقفا مفاجئا وحادا، لذا حتى إن لم تغرق السفينة كانت ستلحقها أضرار جسيمة. فكر في الضغط المفاجئ على مكابح السيارة، أو توقف الحافلة وأنت تسير في الممر واندفاعك إلى الأمام بقوة. كان الركاب سيقذفون في أنحاء السفينة، ولأن التصادم حدث في الليل فقد كان أغلبهم في نوم عميق وغير مستعدين لأي نوع من الاصطدام. كان سينتج عن ذلك إصابات لمعظم الأشخاص على متن السفينة، وبخاصة لأولئك في مقدمة السفينة، حيث ركض رجال الإطفاء وعمال التشحيم والمهندسون بعد انتهاء دوامهم. على الرغم من أن الركاب وطاقم السفينة كانوا سيلقون من أسرتهم، إلا أن عدد الناجين كان سيزيد عن عدده في السيناريو الأصلي. اصطدمت الكثير من السفن بمقدمتها، ومع ذلك عادت إلى بر الأمان. لا يعلم الكثيرون أن التايتانيك واحدة من ثلاث سفن متشابهة، إذ أن شركة وايت ستار لاين، وهي الشركة التي صنعتها، صنعت سفينتين أخرتين، وهما بريتانيك وأولمبيك، بقيادة القبطان إدوارد جي سميث الذي أبحر بالتايتانيك لاحقا. انطلقت سفينة أولمبيك في أولى رحلاتها البحرية في يونيو سنة 1911، ولكن مثل نظيرتها انتظرتها كارثة. ففي رحلتها التجارية الخامسة اصطدمت أولمبيك بسفينة HMS هاوك التابعة للبحرية الملكية. بينما تلقت الأولمبيك الضرر في جانبها، اصطدمت هاوك بمقدمتها. تحطمت مقدمة هاوك تماما بسبب الاصطدام، ولكن نظرا لأن السفينة ضمت مقصورات مانعة لتسرب المياه تمكنت السفينة من النجاة من الصدمة وعادت بأمان إلى الشاطئ لإصلاحها. وسفينة SS أندريا دوريا هي حالة أخرى، فقد كانت عابرة بحرية إيطالية تصدرت عناوين الصحف العالمية في عام 1956. مثل تايتانيك توجهت أندريا دوريا إلى مدينة نيويورك في رحلتها رقم 101 عندما وقعت الكارثة. في 25 من يوليو اصطدمت سفينة ركاب سويدية طولها 160 مترا تدعى ستوكهولم. اصطدمت ستوكهولم بمقدمتها وأصابت جانب سفينة أندريا دوريا. حطمت مقدمة ستوكهولم بالكامل، ولكنها نجت لأن التأثير كان على البدن، ولكن مع الأسف غرقت أندريا دوريا بفعل تأثير الاصطدام على جانبها. لذلك يمكن أن تشير هذه الحالات إلى أن التايتانيك كانت لتنجو لو اصطدمت بالجبل الجليدي بمقدمتها، لكن علينا أن نتذكر أن التايتانيك اصطدمت بالجبل الجليدي بأقصى سرعة، بينما أبحرت أولمبيك وأندريا دوريا بروية وبطء. ينسل شعاع ضوء كهربائي ليخترق الظلام الذي يعم مياه المحيط الأطلسي الهادية، وتشق تايتانيك طريقها بهدوء عبر الأمواج وركابها نيام، وفجأة يكشف شعاع الضوء عن شبح أبيض عملاق، الجبل الجليدي المشؤوم على وشك تحطيم جانب سفينة الأسطورية.
الرابع عشر من أبريل 1912، يومان فقط قبل التقاط أحدهم صورة جبل جليدي عملاق بيضاوي الشكل على نحو غير عادي. تبين أن هذا الجبل الجليدي تشكل على الأرجح من الثلوج المتراكمة منذ حوالي 100,000 عام. استخدم الباحثون نموذجا حاسوبيا لاكتشاف أصله، فقاموا بتوظيف بيانات من عام 1912 وأضافوا إليها بعض المعلومات الجديدة عن الرياح وتيارات المحيط، وتوصلوا إلى أن الجبل الجليدي ربما كان جزءا من مجموعة صغيرة من الأنهار الجليدية جنوب غرب غرينلاند. أصبح بإمكاننا هذه الأيام حساب مسارات تلك الجبال الجليدية في أي وقت من الماضي، وقد تبين أن الكتلة الجليدية المشؤومة كانت في طريقها من غرينلاند إلى منطقة ما جنوب كورنويل. لو أن سفينة مرت من نفس المنطقة بعد يومين فقط، لكان الجبل الجليدي قد ابتعد بكثير عن موقع الحادثة المروعة. يعتقد أن وزن هذا الجبل الجليدي الأشهر في العالم 75 مليون طن، لكنه بدأ يذوب ببطء بمرور الوقت حتى أصبح وزنه حوالي 1,500,000 طن فقط يوم الحادثة. كان الجبل الجليدي قد فقد معظم كتلته بالفعل، ومع ذلك كان ضخما وفتاكا. عندما غرق التايتانيك كان ارتفاعه 120 مترا، يظهر منها أكثر من 30 مترا فوق سطح الماء. هناك من يعتقد أن ظاهرة القمر العملاق هي سبب غرق تايتانيك. شهدت تلك الليلة حدثا قمريا نادرا لم يحدث منذ 1400 عاما حينها. في الظروف العادية لم يكن الجبل الجليدي لينتقل إلى الجنوب كل هذه المسافة دون أن يذوب ويفقد جزءا هائلا من كتلته، لكن ربما تسبب القمر العملاق في حدوث تيار مد مرتفع غير عادي سحب الجبل الجليدي بعيدا عن النهر الجليدي بوتيرة أسرع من المعتاد. يوجد نوع معين من البكتيريا تتغذى ببطء على بقايا سفينة تايتانيك، وربما سيختفي الحطام بالكامل في وقت ما بسبب تأثير الأملاح وتيارات المحيط ودرجات الحرارة شديدة الانخفاض، بالإضافة إلى تلك الكائنات الدقيقة الآكلة للصدأ. كانت الممثلة الأمريكية دورثي جيبسون على متن سفينة تايتانيك وقد نجت من الحادث. عندما وصلت إلى نيويورك بدأت مباشرة تصوير فيلم بعنوان ناجية من تايتانيك. عرض الفيلم بعد شهر واحد فقط من غرق سفينة، وفي الفيلم ظهرت الممثلة بنفس الحذاء والملابس التي كانت ترتديها يوم الكارثة. حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، لكن نسخته الوحيدة المعروفة تعرضت للتلف جراء حريق. قبل 14 سنة من غرق سفينة تايتانيك نشرت رواية قصيرة بعنوان عبث فوتاليتي. بدت أنها تنبأت بالحادثة بحذافيرها. تدور أحداث رواية حول سفينة خيالية اسمها تايتان تغرق خلال رحلتها. كانت سفينة تايتان بنفس حجم تايتانيك تقريبا، وكلتاهما غرقتا في شهر أبريل، وكان سبب غرق تايتان اصطدامها بجبل جليدي أيضا. والمفارقة أن السفينتين الحقيقية والخيالية وصفتا بأنهما غير قابلتين للغرق، وكلتاهما كانتا مجهزتين بالعدد القانوني من قوارب الإنقاذ التي تبين لاحقا أن عددها لم يكن كافيا على الإطلاق. كلنا شاهدنا الفيلم، لكن هل تعلم أن سفينة تايتانيك شهدت بالفعل عددا من قصص الحب الواقعية؟ كان على متن رحلة تايتانيك 13 زوجا وزوجة في شهر العسل، نذكر من بينهم مالكي متجر مايسي في نيويورك. عندما بدا غرق تايتانيك أمرا محتوما، رفضت الزوجة ركوب قارب نجاة بدون زوجها الذي رفض ليفسح المجال للنساء والأطفال أولا. عندئذ أعطت الزوجة معطفها لخادمتها وأصرت على أن تركب قارب النجاة وحرصت على أن تشعر بالدفء، أما هي ففضلت أن تلازم زوجها حتى النهاية. يعتقد البعض أن تايتانيك غرقت بسبب مومياء وليس الجبل الجليدي. بدأ الأمر قبل 1000 عام من الميلاد تقريبا بامرأة غامضة تعيش في مصر في مدينة طيبة. لم يعرف الناس عنها شيئا، لكنهم لقبوها بالكاهنة. وضعت مومياؤها في تابوت خشبي وأغلق بغطاء كبير يحمل صورة وجهها مع بعض النقوش الغامضة. ظل المكان مخفيا حتى النصف الأول من القرن 19، عندما وصلت مجموعة من السكان المحليين إلى المكان بالمصادفة، ويبدو أنهم أزعجوا الكاهنة. لا أحد يعرف كيف حدث ذلك، لكن المومياء اختفت في ذلك اليوم دون أثر. وبعد عقود سافر مجموعة من الأصدقاء الأثرياء من إنجلترا إلى مصر وعثروا على التابوت الذي يحمل صورة الكاهنة فارغا، وبدأ أن عينيها الداكنتين في الصورة تنظران إلى الفراغ. قرر أحد أفراد المجموعة شراء التابوت، إلا أنه اختفى في نفس الليلة قبل أن يحصل عليه، كما أن كل الأصحاب تعرضوا لبعض الحوادث. انتقل التابوت من مكان إلى آخر بضع مرات حتى انتهى به المطاف، كما يعتقد البعض على متن تايتانيك.
استغرق الأمر أكثر من 70 عاماً حتى يعثر روبوت غواصة على حطام السفينة الأسطورية. يرقد الحطام على عمق يصل إلى 4000 متر في قاع المحيط الأطلسي منقسماً إلى نصفين. لكن لماذا تحطم هيكل سفينة إلى نصفين؟ لا أحد يعرف بالضبط. يعتقد البعض أن سبب حدوث ذلك هو دخول المياه إلى السفينة عند اصطدامها بالجبل الجليدي. كان الضغط قوياً وهائلاً لدرجة فصلت هيكل السفينة إلى جزئين، بدءاً من هيكلها السفلي. ويقول آخرون إن السبب يرجع إلى مسامير تثبيت هيكل السفينة، لأنها كانت تحتوي على تركيز عال من المخلفات أو الأشابات، وهو ما قد يتسبب في تشقق المعادن. بشكل عام، كانت في السفينة العديد من العيوب، بدءاً من تصميمها. لم تكن حواجز المياه محكمة الغلق، مما سمح بتدفق المياه بين أقسام السفينة وغرقها في نهاية المطاف. كما تعرضت مسامير تثبيت هيكل السفينة المعدنية وهيكلها الفولاذي نفسه للتلف بسبب تركيزات الكبريت العالية ودرجات الحرارة المنخفضة وسرعة السفينة العالية. تحطم الفولاذ وخرجت مسامير التثبيت من مكانها بسهولة، ولهذا السبب كانت وتيرة غرق تايتانيك أسرع ب 24 مرة من الزمن المتوقع لغرق سفينة مماثلة. لو أن الاصطدام بالجبل الجليدي وقع بمقدمة سفينة بدلا من الجانب، لربما لم تغرق من الأساس. كيف يعقل أن أفراد طاقم السفينة لم يستعينوا بالنواظير المكبرة؟ بالتأكيد كانت ستساعدهم في رصد الجبل الجليدي مبكرا، وربما كانوا سيتمكنون من تجنب الكارثة. في الواقع كانت النواظير على متن تايتانيك محفوظة في خزانة مقفلة لا يحمل مفاتيحها إلا فرد واحد، ومن قبيل المصادفة نقل ذلك الفرد من السفينة قبل إبحارها مباشرة، وقال لاحقا إنه نسي تسليم المفاتيح لشخص آخر. لكن حتى بدون هذه النواظير كان من الممكن أن يتاح للقبطان كل الوقت اللازم لتغيير مسارها وتجنب التصادم لو تم تنبيهه. لكن المصيبة العظمى أن هناك من حذره بالفعل. قبل ساعة تقريبا من وقوع الحادث، أرسلت سفينة SS كاليفورنيان القريبة نسبيا من موقع تايتانيك إشارة تحذير تطلب من القبطان التوقف بسبب وجود كتل جليدية كثيفة. لكن لم تصل إشارة التحذير إلى قبطان تايتانيك، وذلك لأن عامل الراديو لم يعتقد أنها إشارة طارئة وفقا لأحد الخبراء. ولاحقا قال طاقم سفينة SS كاليفورنيان إنهم لم يتلقوا إشارات الاستغاثة من سفينة تايتانيك لأن عامل الراديو لم يكن مداوما. يقول البعض إن أفراد طاقم سفينة تايتانيك لم يرصدوا الجبل الجليدي في الوقت المناسب بسبب نوع من الخداع البصري. ربما تسببت الظروف المناخية في تلك الليلة في حدوث ظاهرة الانكسار الفائق جعلت الجبل الجليدي غير مرئي. وتدعم هذه النظرية حقيقة عدم رؤية أحد للجبل الجليدي حتى أصبح قريبا جدا من السفينة لدرجة يستحيل معها تفادي التصادم. مرت أقل من دقيقة بين لحظة رؤية الجبل الجليدي ولحظة التصادم. لم يكن أمام أفراد الطاقم سوى 37 ثانية فقط للمناورة، وقد استغرقت سفينة تايتانيك 2:40 حتى تختفي تحت أمواج المحيط. البقاء في مياه درجة حرارتها 21 درجة مئوية لفترة طويلة لن يكون مفيدا لصحتك بكل تأكيد. عندما تكون درجة حرارة المياه 10 درجات مئوية تصبح كابوسا. يكون الشعور في المياه أبرد بكثير من الهواء في درجة الحرارة نفسها. أما ركاب تايتانيك فقد كانوا في مياه درجة حرارتها 2 درجة مئوية. هل تتخيل مدى البرودة؟ حتى الجبل الجليدي الذي اصطدمت به السفينة كان أدفى، لكن لم تتجمد المياه بسبب مستوى الملوحة المرتفع. لكن ماذا لو كانت درجة الحرارة أعلى؟ ماذا لو غرقت سفينة تايتانيك في مياه أدفى؟ لنقل مثلا 50 درجة مئوية. نظريا كان يمكن أن يحدث ذلك إذا واجهت مياه شمال الأطلسي تيارا دافئا من الجزء الجنوبي من المحيط في يوم الكارثة، لكن هذه الحرارة لم تكن كافية. المحيط شاسع للغاية وتنخفض درجة حرارته بشدة خلال الليل. لم يكن التيار الدافئ وحده ليمثل فارقا للأشخاص العالقين وسط المياه، لكن إذا غرق تايتانيك في مكان آخر في وقت آخر، ربما كان من الممكن إنقاذ جميع ركابها بفضل ظاهرة طبيعية غريبة لا تصدق. والآن استعدوا جميعا، ستبدأ رحلتنا الآن إلى عالم موازن. في ليلة غاب فيها القمر بين يومي 14 و15 أبريل، تصطدم سفينة تايتانيك بالجبل الجليدي.
تغمر المياه المثلجة كل الطوابق السفلية. يرسل القبطان إشارة استغاثة. السفينة كارباثيا هي أقرب سفينة إنقاذ على مسافة 95 كيلومترا من موقع تايتانيك، وإذا أبحرت بأقصى سرعة ستصل السفينة كارباثيا في 4 ساعات. هذا وقت طويل حتى في مياه استوائية دافئة، لأن جسدك سيفقد حرارته على أي حال. ستبدأ سفينة تايتانيك في الغرق. ينزل الطاقم قوارب النجاة بينما يقفز بعض الركاب في المياه. تغرق السفينة ولا توجد أي قوارب أخرى، فتقفز مع بقية الركاب. تشعر كما لو أنك بداخل جبل جليدي ضخم. المياه باردة جدا لدرجة صعوبة التحرك، ولا يمكنك حتى الصراخ، فلا يوجد هواء في رئتيك، لكنك في هذه اللحظة تشعر بدفء مريح يأتي من الأعماق. ترتفع الحرارة إلى ما فوق ركبتيك وخصرك وتصل إلى عنقك، وأخيرا تستعيد سيطرتك على عضلاتك وتتمكن من التنفس بعمق. تلاحظ أن جميع الركاب الآخرين يشعرون بالدفء نفسه. تصبح المياه ساخنة قليلا ويشعرك ذلك بالسعادة، لكن فجأة تتحول سعادتك إلى رعب. يثور المحيط على نحو مفاجئ، لكن ليس بسبب الحرارة العالية، بل بسبب ارتفاع شيء من أرضية المحيط. تسمع صوتا قويا صادرا من الأعماق. إنه ليس صوت تايتانيك الغارقة، بل شيئا أكبر. يمكنك رؤية جبل جليدي ضخم قريب. إنه يذوب وتنفصل أجزاء كبيرة منه. تظهر ملايين الفقاقيع على السطح، وتشعر بشيء ما يصطدم بساقيك. إنها آلاف الأحجار الخفيفة الغريبة تأتي من أسفل، من بينها ألواح ضخمة أيضا. يستخدم الركاب تلك الألواح بمثابة قوارب إنقاذ. تصعد على واحد من تلك الألواح وتنظر إلى السفينة. إنها لم تغرق بسبب فقاقيع المياه التي دفعت السفينة إلى الأعلى. تأخذ واحدا من تلك الأحجار الصغيرة فتفهم كل شيء. إنه حجر خفاف بركاني. لقد نشط بركان تحت المياه أسفل موقع السفينة مباشرة. تطفو آلاف الأحجار البركانية على السطح. عندما ينفجر البركان تنتشر صهارته في المنطقة بأسرها، فترفع حرارة المياه وتدمر قاع البحر، لكنها لا تتسبب في أي تأثير مدمر على السطح، وذلك لأن الضغط الهائل الناتج عن مئات الملايين من جالونات المياه يكبح قوة البركان. تنضغط الصخور المنصهرة من القشرة الأرضية في قاع البحر، ويرتفع حجر الخفاف البركاني إلى السطح، ولهذا حدث ما حدث. يتألف الجزء العلوي من الأرض من العديد من الأجزاء الصلبة التي تعرف بالصفائح التكتونية. تتصادم تلك الصفائح مع بعضها البعض وتنقسم، وعندما ينفصل أحد الأجزاء عن الأخرى تظهر الصهارة فورا. لذا تعتبر جميع البراكين مواقع تصدعات غير مستقرة. إذا أبحرت تايتانيك فوق إحدى تلك المناطق أثناء فورانها، ربما كان سينجو عدد كبير من الركاب. لكن لنعود الآن إلى عالمنا الموازي. تلاحظ أن سفينة تايتانيك تبدأ في الغرق مجددا، ولم تعد المياه تصدر أي فقاقيع جديدة. لقد خمد البركان، وخلال ثوان قليلة يعود المحيط إلى حالته المتجمدة مرة أخرى. لحسن الحظ لديك قارب نجاة من ألواح الحجر الخفاف، وقد يسعفك الوقت لانتظار المنقذين. لكن لنتخيل الموقف بدون أي بركان في قاع المحيط أو جبل ثلجي، ونفترض ماذا لو كانت المياه دافئة من البداية. يتعطل أحد المحركات في السفينة، وتنفجر العديد من الأنابيب بسبب ارتفاع الضغط، ويتشقق هيكل السفينة. تغمر المياه كل الطوابق السفلية. السفينة تغرق. يسرع الركاب إلى قوارب النجاة. لا يذعر الكثيرون لأن الليلة دافئة، ولا أحد يشعر بالتجمد. يحصل كل راكب على سترة إنقاذ. تنكسر السفينة، مما يعني أن عليك القفز الآن. تغرق تايتانيك إلى القاع. يفزع الركاب الذين يقفزون في المياه. يغطسون في ظلمات المحيط قبل أن يصعدوا فورا إلى السطح. يسيطر الذعر والفوضى على الموقف. تختفي السفينة في الظلام، وأخيرا يعم صمت تام. تمر دقائق وتلاحظ غياب القلق والذعر. المياه دافئة، وكل الركاب تقريبا يرتدون سترات النجاة.
أحد الركاب يطفو فوق لوح خشبي من حطام السفينة، لكن بعد ساعتين لم تعد المياه تبدو مريحة. لقد امتص المحيط حرارة جسدك، ومن أجل المحافظة على الدفء يسبح الركاب بالقرب من بعضهم البعض في دوائر صغيرة. والآن أصبح من الممكن الانتظار ساعتين إضافيتين حتى يصل الإنقاذ. تقترب قوارب النجاة وتنتشل من يشعرون بالتجمد في المياه، وبدأ الركاب في التناوب. 20 دقيقة في المياه ثم 20 دقيقة على قوارب النجاة. من المهم ألا تخلع ملابسك، حتى الملابس المبتلة ستساعد جسدك على الاحتفاظ بالحرارة لمدة أطول. وعندما بدأ أن الجميع سينجو بتلك الطريقة، تصرخ واحدة من الركاب. تنظر الفتاة من أحد قوارب النجاة في فزع وترتجف من الخوف وتشير إلى المياه المظلمة. يحاول الركاب رؤية ما تشير إليه، فيلاحظون زعنفة مثلثة. 1، 2، 3، يوجد الكثير منها. لقد جذبت السفينة الغارقة مجموعة من أسماك القرش، والآن تحوم الأسماك حول الركاب على أمل الحصول على وجبة مشبعة. إنها تسبح ببطء ولا يبدو أنها ستهاجم، لكن ينبغي أن تبقي عينيك مفتوحتين، لأن تلك الأسماك تنتمي إلى أخطر أسماك القرش وأكثرها عدوانية في العالم. إنها أسماك قرش الثور. إنها تتسم بالرشاقة والسرعة ولا يمكن التنبؤ بتحركاتها. لا تسبح أسماك قرش الثور في مياه المحيط الأطلسي الباردة، لكن المياه في هذا العالم الموازي مثالية لهم. أسماك القرش قوية وصامدة، إنها توحي بالبطء والكسل حتى تسترخي الفريسة وتهدأ. يطلقون عليها أسماك القرش الثور لأن لها خطما قصيرا غير حاد مثل الثور، وتحب ضرب هدفها أو أسماك القرش الأخرى بمقدمة رأسها. تجول العديد من أسماك القرش حول القوارب. يسقط شخص ما في المياه، لحسن الحظ يساعده البقية على الصعود مجددا إلى القارب. لا تتراجع أسماك القرش، تعم الفوضى والذعر. يصرخ البعض ويضربون المياه بالمجادف بقوة في محاولة لإبعاد أسماك القرش، لكن لا يجدي ذلك نفعا. تفتح إحدى أسماك القرش فكها وتبرز أسنانها الحادة وتتعلق بأحد القوارب. في تلك اللحظة تلاحظ اقتراب المزيد من الزعانف. لقد انضمت مجموعة من أسماك القرش الأبيض الكبير إلى الحفل، وهي من أخطر الحيوانات الموجودة على كوكبنا. إنها كبيرة وسريعة وقوية، ولديها 300 سن مثلث تصطف في عدة صفوف، وهي حادة للغاية مثل النضال. تسبح أسماك القرش الأبيض الكبير حول القوارب وتخيف أسماك القرش الثور التي تبتعد عن المشهد. تسقط من القارب وترى زعنفة كبيرة تقترب منك. يوقظ الخوف غريزة البقاء بداخلك، فتحاول السباحة بكل ما تملك من قوة بعيدا عن سمكة القرش. لن يجدي ذلك نفعا بالتأكيد، لأن سمكة القرش أسرع منك وستلحق بك في نهاية المطاف. تشعر بقدمك تلمس خطم سمكة القرش والقدم الأخرى بداخل فمها المليء بالأسنان الحادة. تصرخ في رعب، وبعد ثانية تتركك سمكة القرش. أسماك القرش الأبيض الكبير نادرا ما تهاجم البشر. إذا نهشتك بأسنانها فذلك لأنها تريد اختبار مذاقك أولا. ربما من حسن حظك أن وجبتها المفضلة هي الفقماء. لقد فقدت سمكة القرش اهتمامها بك لأنها أدركت أنك لست فقمة. لكن إذا كانت سمكة القرش جائعة لن تهتم كثيرا بنوع فريستها. لحسن حظك لم تكن تلك السمكة تتضور جوعا، وبذلك لم يكن هناك ما يخيف الناجين في قوارب النجاة أيضا، فلم تهاجمهم أسماك القرش الأبيض الكبير. فقد اكتفت أسماك القرش بدفع القوارب قليلا بدافع الاستكشاف. تسبح أسماك القرش الأبيض الكبير بعيدا عنكم، لكن يظهر قرش ثور مجددا ويبدو جائعا. يسبح القرش الثور في اتجاهك ويفتح فكيه. صوت بوق سفينة صاخب يخترق المياه. لقد وصلت السفينة RMS كارباثيا لإنقاذكم. تسبح كل أسماك القرش بعيدا في خوف، يجري إنقاذ كل الركاب. وبالعودة إلى عالمنا، كان يمكن لسفينة أخرى أقرب إنقاذ الركاب قبل ذلك بكثير، لكنها قصة أخرى. أنت تعرف شعار SOS بلا شك، صحيح؟ 3 نقاط و3 شرطات و3 نقاط أخرى. إنها إشارة تسهل كتابتها بشفرة مورس،
وتعني باللغة الإنجليزية Save Our Souls أو Save Our Ship، وتترجم إلى أنقذ أرواحنا أو سفينتنا. ظل طاقم سفينة تايتانيك الأسطورية يرسل هذه الإشارة لساعتين كاملتين دون جدوى في ليلة 14 من أبريل سنة 1912. كانت هناك سفن أخرى ليست بعيدة عن الموقع الذي أطاح فيه الجبل الجليدي بالسفينة، لكن نداء الاستغاثة تلاشى قبل أن يصل إلى باقي السفن حتى. التقطت السفينة التجارية أساس ماونت تامبل الإشارة، ورغم محاولتها للرد لم تتلقى التايتانيك الجواب قط. إذن ما الذي كتم نداء السفينة للنجدة؟ هل يوجد مثلث برمودا لم نسمع به من قبل في شمال المحيط الأطلسي؟ فكر في التالي. يقول شهود عيانا إن السماء كانت تصطع بالشفق القطبي في تلك الليلة الباردة والمشؤومة. صحيح أنه رائع الجمال، لكن في ذلك اليوم ربما كانت الأنوار القطبية السبب في هلاك السفينة. حسناً، يتشكل الشفق القطبي بسبب عواصف جيومغناطيسية. يبدو الأمر معقداً، لكن هذه بالأساس تقلبات في المجال المغناطيسي للأرض، والمتسبب فيها هو الشمس في حد ذاتها. الغلاف المغناطيسي بمثابة فقاعة وقائية تحيط بكوكبنا، يعيق أشعة ورياح الشمس الضارة وغيرها من المخاطر الكونية حتى لا تصل إلينا، وبدونه لن تكون الحياة على وجه كوكبنا ممكنة. ستكون الأرض أشبه بكوكب المريخ. يعزى الفضل إليه أيضاً في أن جميع البوصلات تشير إلى الشمال. يعرف الخبراء أن الغلاف المغناطيسي لكوكب الأرض يؤثر على معدات الملاحة أو يخل بها، الأمر الذي يعيدنا إلى التايتانيك. اقترحت باحثة في الأحوال الجوية وتدعى ميلا زينكوفا نظرية تفيد بأن التوهجات الشمسية التي تتسبب في العواصف الجيومغناطيسية قد لعبت دوراً هاماً في هلاك سفينة التايتانيك. نحن على الأرض كثيراً ما نلاحظ العواصف الشمسية ونشعر بها، فالبشر حساسون تجاه التأثيرات المغناطيسية الناتجة عنها، وقليلو الحظ بيننا يمكن أن يشعروا بضعف وإرهاق وصداع وحتى تقلبات مزاجية بسببها. يكون الضغط في الأيام العادية متساوياً في كلا القطبين، يحجب المجال المغناطيسي جميع الأشياء الضارة، ونحن سعداء بذلك. لكن الانفجارات قد تحدث من حين لآخر في الشمس، وقد تكون هائلة وبحجم الأرض. تطلق هذه الإشعاعات موجات من الجزيئات المشحونة التي تتصادم مع الغلاف المغناطيسي بسرعات هائلة، فتهب فقاعتنا الواقية للدفاع، يتقلص حجمها وتتشوه وهي تحاول دفع تلك الجزيئات ناحية القطبين. ظهرت تلك الأنوار المتراقصة فوق التايتانيك في تلك الليلة. في الشمال تعرف باسم الشفق القطبي الشمالي، وفي الجنوب الشفق القطبي الجنوبي أو الأضواء القطبية الجنوبية. حينما يدفع الغلاف المغناطيسي تلك الجزيئات الشمسية والكونية ناحية القطبين، تتصادم مع جزيئات الغازات. لهذا السبب نرى نطاقاً واسعاً من الألوان، فمثلاً يمكن أن يتخذ الأكسجين اللون الأخضر أو الأحمر حسب المسافة، ويظهر النيتروجين باللون الأزرق أو البنفسجي. ما رآه عديد الناس في تلك الليلة طابق هذه الظاهرة بالضبط، بما في ذلك الضابط الثاني من سفينة الإنقاذ كاربيثيا. دون ذلك في سجل السفينة قبل تلقيه نداء الاستغاثة من التايتانيك. لكن دعنا لا نستبق الأحداث. الشفق القطبي إشارة واضحة على هبوب عاصفة جيومغناطيسية، والآن لنتطرق إلى معدات الملاحة والتي تشمل الأقمار الصناعية وأجهزة الترددات الراديوية. لا تنسى أن الآيفونات لم تكن موجودة في زمن التايتانيك، لذلك لم يتمكن الشخص العادي من ملاحظة أي خلل في أجهزته الإلكترونية، لكن أجهزة الملاحة البحرية والتليجرام اللاسلكي كانت موجودة وتستعمل بكثرة في تلك الحقبة. لنعود إلى العصور الوسطى، حين لاحظ البحارون أن البوصلات تفقد صوابها في بعض الأيام،
تدور الأسهم في كل الاتجاهات، ولم يعرف الناس سبب حدوث ذلك أيامها. ظلوا على هذا الحال حتى القرن 18، عندما وجد علماء فرنسيون أن هذه الأيام تتوافق مع ظهور بقع سوداء على سطح الشمس. إنها التوهجات الشمسية، لقد حل اللغز أخيراً. والآن كانت التايتانيك مجهزة بأكثر المعدات الراديوية تطوراً وشهرة في ذلك الوقت. اختبروا عملها ووجدوا أنها قادرة على العمل لمسافات تصل إلى 3200 كيلومتر. اجتازت أجهزة التايتانيك جميع الاختبارات بنجاح، وفي 10 إبريل من سنة 1912 غادرت السفينة العملاقة ساوثهامبتون وانطلقت نحو نيويورك. وفي اليوم التالي حصل الطاقم على التقارير الأولى التي تحذر من انجراف الجبال والحقول الجليدية. وضعوا نقاطاً على الخريطة لتحديد إحداثيات هذه الأماكن وتنفسوا الصعداء. لكن بعد بضعة أيام بدأت التحذيرات تتحرك جنوباً أكثر فأكثر، وصارت تهدد السفينة الملكية. في 14 إبريل قرر القبطان إدوارد سميث تغيير المسار إلى الجنوب أملاً في تفادي الجليد، واتضح فيما بعد أن هذا خطأ فادح نظراً للعاصفة المغناطيسية. إن تسببت العاصفة بخلل بسيط في معدات الملاحة واقترفوا خطأً بسيطاً حتى لو بنصف درجة، كان القبطان سيقود سفينته عن طريق الخطأ ناحية تجمع من الجبال الجليدية. والأدهى من ذلك حتى أن العاملين على الراديو تجاهلوا التحذيرات الآتية من السفن الأخرى. هذا ما حدث، أو أنهم نسوا ببساطة إخبار القبطان. وبما أنهم كانوا يعملون لصالح شركات الراديو، كانوا مهتمين أكثر بإرسال رسائل تيليجرام مدفوعة من المسافرين على متن السفينة الفخمة. كان الناقل الراديوي خارج نطاق الخدمة في ذلك المساء، ربما بسبب كل تلك الرسائل الشخصية. حينما أصلحوه أخيراً، تلقى مشغل الراديو جاك فيليبس رسالة أخرى من SS كاليفورنيان على 10:30 ليلاً. كانت الرسالة تحاول تحذير فيليبس من إحداثيات جبل جليدي ينجرف نحوهم، لكن لم يعرهم أي اهتمام، فقد كان متوتراً وفي عجلة من أمره. هل كانت العاصفة المغناطيسية السبب في فقدانه لأعصابه وسوء مزاجه؟ لا يسعنا سوى التكهن، لكن كما تعلم بعض الناس أكثر حساسية تجاه هذه الأشياء. كان الطقس على ما يرام، والمحيط هادئ، والمياه صافية كالكريستال. رغم كل التحذيرات وصلت السفينة الإبحار بأقصى سرعتها بمعدل 40 كيلومتر في الساعة. وبعد ساعة بالضبط اصطدمت التايتانيك بذلك الجبل الجليدي المشؤوم. في 15 إبريل على 12:14 بعد منتصف الليل، بدأ طاقم التايتانيك في إرسال إشارات الطوارئ الأولى. كانت SS كاليفورنيان تبحر على بعد 32 كيلومتر فقط. كان بإمكانها الوصول إليهم بسهولة لإنقاذهم. لكن قبل 10 دقائق من الكارثة، خلد مشغل الراديو في سفينة كاليفورنيان للنوم. كان الوحيد الذي يفهم شفرة مورس على متن السفينة. بحسب هذه النظرية الجديدة، من المحتمل أن الخلل المغناطيسي قد حجب رسائل التايتانيك عن السفن الأخرى. فمثلاً لم تتلقى الباخرة SS لا بروفانس أي إشارات من السفينة الغارقة، ومع ذلك وصلتها عديد الرسائل من سفينة ضخمة أخرى تسمى أولمبيك، تبعد عن التايتانيك مسافة 800 كيلومتر. في تلك الليلة كانت الإشارات تتصرف بغرابة. لقد ضاعت في مكان ما في الفضاء أو ظهرت في شكل لغز عصي حله. تلقت SS ماونت تامبل الرسالة وهرعت لنجدة التايتانيك، لكن مشيئة القدر كانت أن تعلق سفينة الإنقاذ في الجليد. وصلت بالفعل إلى إحداثيات التايتانيك الأخيرة، لكنهم لم يجدوا أثراً للسفينة الفاخرة. إذن
هل كانت الإحداثيات صحيحة حتى؟ كانت الباخرة كارباثيا على بعد 100 كيلومتر تقريباً، وفي الساعة 12:30 أخبر مشغل الراديو طاقم التايتانيك بأنهم سيأتون لإنقاذهم. أبحرت كارباثيا بأقصى سرعتها لنجدة السفينة المنكوبة. لكن إليك الجزء الغريب في القصة. في البداية اتجهوا ناحية المكان الخاطئ، ربما عبثت العاصفة المغناطيسية بمعداتهم. الخبر السار أن الباخرة تمكنت من الوصول أخيراً إلى المكان الصحيح بعد أن رأوا قوارب النجاة تعج بالراكبين. والمثير في الأمر أنه بمجرد وصولها إلى اليابسة لم تواجه كارباثيا أي مشاكل في معداتها. لم يظهر الخلل سوى في مكان حطام السفينة. ولامت التحقيقات في وقت لاحق هواة استعمال الراديو لحجبهم الإشارات، لكننا نعرف اليوم أنهم لم يكونوا السبب. تقول الباحثة زينكوفا أنه في ذلك الوقت لم يكن الناس يعرفون كيف وإلى أي مدى تؤثر الشمس على الأرض. لا أحد أمكنه فهم قدرة الشمس على العبث بمعدات الإبحار للسفن الضخمة، خصوصاً تلك التي كانت تعد الأفضل والأكثر تطوراً في عصرها. ثمة نظرية أخرى تفيد بأن القمر ربما لعب دوراً في حدوث هذه المأساة. يدعي بعض الباحثين أنه في يناير من سنة 1912 كان قمرنا أقرب إلى الأرض من المعتاد، فتسبب في مد عال وقوي ارتفع على إثره منسوب مياه البحر. تنجرف الجبال الجليدية كل سنة من غرينلاند وتتوقف في نيوفاوندلاند، لكن ذلك لم يحدث تلك السنة. دفعتها التيارات المائية المتزايدة إلى أماكن أبعد لمدة 3 أشهر، وحينما حل شهر أبريل كانت في مسار السفن التي تبحر عبر المحيط الأطلسي. لسوء الحظ، اجتماع الظروف كان وصفة مثالية لحدوث الكارثة التي تسببت في هلاك سفينة التايتانيك المهيبة. في 14 من أبريل عام 1912 ضج الليل بأصوات مرعبة لسفينة معدنية عملاقة تنقسم إلى نصفين. اصطدمت أكبر سفينة في ذلك الوقت بجبل جليدي كان في مسارها، تايتانيك، إحدى أهم قصص القرن العشرين التي ما زال الناس يتحدثون عنها. احتك الجانب الأيمن لسفينة العملاقة بالجبل الجليدي. كانت الساعة 11:40 مساء حين بدأت الأمور تسوء. تسبب هذا الجبل الجليدي بحدوث أضرار كافية لغرق 5 حجرات مانعة لتسريب الماء في بدن السفينة. بدأ الطاقم بإجراء تحقيق سريع ليروا إذا ما كان بإمكانهم فعل شيء لإصلاح الوضع. لم يكن لديهم أحد يعتمدون عليه، كانوا وحدهم تماما في ظلام الليل البارد بعيدا عن اليابسة شمال المحيط الأطلسي على بعد نحو 644 كيلومترا جنوب نيوفاوندلاند بكندا. احتاجوا إلى الوقت لمعرفة طريقة يمكنهم بها إيصال الجميع إلى بر الأمان. أجل، لقد حظوا ببعض الوقت، لكنه لم يكن كافيا. إذا شاهدت الفيلم فستعرف أن السفينة لم تنغمر بالماء فورا بعد اصطدامها بالجبل الجليدي. استمرت عملية الغرق نحو 2:40، لكن كان الموقف صعبا، فقد كان على متنها 2200 شخص لابد من تدبر أمرهم، بما في ذلك الطاقم والركاب، وكانت الفوضى تعم السفينة. أدرك كبير مسؤولي التصميم توماس أندروز سريعا أنهم لن يتمكنوا من مواصلة الطفو. بحلول منتصف الليل بدأ الطاقم بالكامل بالإعداد لإطلاق قوارب النجاة. كان لديهم 20 قاربا بسعة تكفي 1178 شخصا، أي أكثر بقليل من 50%. كان الأمر الذي حصلوا عليه هو إيصال النساء والأطفال إلى بر الأمان أولا. كان أفراد الطاقم هناك لتجديف القوارب وتوجيهها. زادت حدة الوضع تدريجيا خلال الساعتين التاليتين. كان على أفراد الطاقم إيقاظ الركاب وإخبارهم بأن شيئا سيئا يحدث، وقد أرادوا وضعهم في أسطول من قوارب النجاة بأسرع ما يمكنهم. في تمام الساعة 12:15 صباحا أرسل بعض أفراد الطاقم نداء استغاثة. كانت هناك سفينة بخارية اسمها فرانكفورت ضمن أول من تلقوا الرسالة واستجابت لها، لكنها كانت على بعد نحو 315 كيلومترا. تلقت سفن أخرى النداء أيضا وعرضت مساعدتها،
لكن المحزن أنها كانت بعيدة جدا كذلك. في الساعة 12:20 صباحا تلقت سفينة ركاب كارباثيا التابعة لشركة كونارد نداء الاستغاثة من تايتانيك وغيرت مسارها في الحال، لكنها كانت على بعد 107 كيلومترات وكانت ستستغرق أكثر من 3 ساعات للوصول إليها. بعد 20 دقيقة أنزل الطاقم قارب النجاة الأول وكان على متنه 27 راكبا، مع أنه يتسع لحمل 56 راكبا. حملت العديد من قوارب النجاة التي انطلقت أولا أقل بكثير من سعتها. كان أفراد الطاقم قلقين معتقدين أن الرافعات لن تتحمل وزن قارب نجاة ممتلئ بالكامل. وفي البداية كان هناك ركاب كثر خائفين من مغادرة السفينة ولا يزالون يعتقدون أن تايتانيك غير قابلة للغرق، ولم يستطيعوا تصور ما سيحدث خلال ساعة أو ساعتين التاليتين. أطلق الطاقم أول صاروخ من أصل 8 صواريخ استغاثة ولم يلق نجاحا، فلم يكن أحد قريب بما يكفي للمساعدة. بحلول الساعة 21:20 صباحا أنزلوا 10 قوارب نجاة. كان في القارب الثامن 28 شخصا فقط. ستصبح إحدى ركاب القارب العاشر ميلفينا دين البالغة من العمر 9 أسابيع لاحقا الناجية الأخيرة التي عاشت حتى عام 2009 وبلغت 97 من العمر. أصبحت الساعة 2:00 بالفعل وتبقت 3 من القوارب القابلة للطي على السفينة. غرقت مقدمة السفينة وانغمرت تحت سطح الماء، وأصبح بإمكان الناس من حولها رؤية المراوح الخلفية بوضوح فوق الماء. كان أفراد الطاقم ينزلون قارب النجاة القابلة للطي دي من جناح الضباط على السطح وعلى متنه 20 راكبا. بينما غرقت مقدمة السفينة غمر الماء القارب القابل للطي اي على ظهر السفينة. هؤلاء 20 شخصا كانوا يعانون لأن قاربهم كان شبه ممتلئ بالماء، وبينما كان يحاول أفراد الطاقم إطلاق القارب بي سقط، وقبل أن يتمكنوا من استعادة وضعيته سحبه الماء بعيدا عن السفينة، إلا أن 30 راكبا تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان على قارب نجاة المقلوب. في الساعة 2:17 صباحا قرر موظف جهاز الاتصال اللاسلكي في السفينة بث نداء استغاثة أخير. بعد دقيقة انطفأت أضواء السفينة وغرقت تايتانيك ومن بقي على متنها في الظلام الدامس. استمرت المقدمة في الغرق واستمرت مؤخرة السفينة في الارتفاع أعلى سطح الماء، ما سبب ضغطا كبيرا على الجزء الأوسط. انطلقت الأصوات المريعة تشق الليل. تايتانيك، تلك السفينة الأسطورية العملاقة التي علق أناس كثر آمالهم عليها وغمرهم الحماس لركوبها، انقسمت إلى نصفين من المنطقة بين المدخنة 3 والـ4. خمنت التقارير أن المقدمة استغرقت 6 دقائق لتستقر في عمق المحيط. استقرت المؤخرة على الماء قبل أن ترتفع مجددا في وضع رأسي، وظلت في هذا الوضع حتى اختفت أخيرا في المحيط. في تمام الساعة 22:20 صباحا حبست مؤخرة سفينة الهواء داخلها وسحقها الماء بينما غرقت. استقرت المؤخرة على بعد 610 أمتار من المقدمة. اعتبر الناس أن تايتانيك هي أسرع سفينة في العالم، واعتقدوا أنها غير قابلة للغرق لأن 4 من أقسامها يمكن أن تغمرها المياه دون التأثير على قدرتها على الطفو. كانت حياة هذه السفينة معقدة منذ البداية. أثناء مغادرتها الميناء اقتربت 10 أمتار من السفينة البخارية نيويورك، تمكنت من تجاوزها بأمان، ما سبب ارتياحا كبيرا للركاب الذين احتشدوا على سطحها. أبحرت تايتانيك في 10 أبريل وكانت رحلتها الأولى هي عبور المحيط الأطلسي الذي تشتد فيه المنافسة. في يوم الانطلاق أصبحت تايتانيك أكبر شيء متحرك في تاريخ البشرية بطول 269 مترا وعرض 28 مترا. ليست ضخمة للغاية إذا ما قورنت بسفننا اليوم. أكبر سفينة سياحية في العالم اليوم هي سيمفوني أوف ذا سيز التابعة لشركة رويال كاريبيان التي يبلغ حجمها ما يقرب من 5 أضعاف حجم تايتانيك. إذا وضعت هذه السفينة في وضع رأسي ستكون بطول مبنى إمباير ستيت الذي يبلغ طوله 380 مترا بدون الأبراج الهوائية، لكن كانت تايتانيك مصدر جذب كبير في ذلك الوقت. في مرحلة ما من رحلتها توقفت في فرنسا وبعدها توقفت مرة أخرى في أيرلندا، وعندما صعد على متنها الراكب الأخير انطلقت السفينة بكامل سرعتها إلى وجهتها النهائية مدينة نيويورك.
بعد 4 أيام من بداية رحلتها، فشلت تايتانيك في تحويل مسارها بعيداً عن جبل جليدي عملاق، القصة التي نعرفها جميعاً. نجا منها 700 شخص، كان معظمهم من النساء والأطفال. كانت الليلة باردة للغاية. بعد 1:20 من استقرار تايتانيك في عمق المحيط، لم يكن الناجون متأكدين إذا ما كان أحد سيأتي لإنقاذهم. وأخيراً رأوا نوراً، كانت سفينة كارباثيا آتية نحوهم. أتوا من أجل من كانوا في قوارب النجاة. أصعدهم الطاقم إلى متن سفينة وانتشلوا ركاباً آخرين من الماء. حاولت سفن عديدة التواصل مع تايتانيك بعد 2 ساعات من غرقها. لم يتلقوا رداً على رسائلهم قط. لاحقاً أثناء التحقيق فيما حدث، اكتشفوا أن سفينة كاليفورنيان من شركة ليلاند كانت على بعد أقل من 32 كيلومتراً أثناء غرق تايتانيك. لكن الطاقم لم يسمع نداء الاستغاثة لأن موظف جهاز اللاسلكي كان في استراحة. حين سمعت الدول على جانبي الأطلسي تفاصيل ما حدث، انتابتها الصدمة والرعب، وقررت إجراء تعديلات على عملية إدارة السفن والقوانين التي تساعد على تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل. وعقدت أول اتفاقية دولية لسلامة الحياة في البحر، واعتمدت فيها قوانين لكل سفينة بأن تحمل قوارب نجاة تكفي لكل المسافرين على متنها. وأيضا جعلت تدريبات استخدام قوارب النجاة إجبارية، وقررت كذلك تكوين دورية الجليد الدولية، ودورها الأساسي هو مراقبة الجبال الجليدية في خطوط الملاحة في شمال الأطلسي. وفرضت على السفن مراقبة أجهزة اللاسلكي طوال 24 ساعة. لم تشيد تايتانيك وحدها. بسبب حجم تلك السفينة العملاقة وكل المعدات الجديدة التي تطلبتها، كانت التكلفة ستكون باهظة جدا إذا ما استخدمت لمرة واحدة. لذلك شيد الفريق مع تايتانيك سفينتين أخريين شقيقتين لها، كلتاهما عاشت حياة حافلة. شيدت RMS أوليمبيك أولا، وأطلقت عام 1910، وظلت لمدة عام أكبر سفينة في العالم. وكانت بريتانيك أخت أخرى أبحرت لمدة قبل أن ينتهي بها الأمر في قاع المحيط أيضا. لكن تايتانيك وحدها أصبحت أسطورة وإحدى أكثر القصص المثيرة للاهتمام في التاريخ الحديث. نحن الآن في عام 1854، وتم تجهيز SS أركتيك، أسرع سفينة ركاب في ذلك الوقت لعبور الأطلسي. حل اليوم المنتظر، وانطلقت تشق طريقها عبر الضباب لتختفي ببطء في المجهول. أسست شركة الشحن الأمريكية كولينز لاين عام 1818، ولم تبدأ أعمالها التجارية في عبور الأطلسي إلا عام 1835. كانت سفنها البخارية تعبر الأطلسي من ليفربول إلى نيويورك في 10 أيام فقط. قد لا يبدو هذا مدهشا بمعاييرنا الحالية، أعرف ذلك، لكن في ذلك الوقت كانت لا تقارن بالسفن العادية الأخرى التي تستغرق أسابيع لقطع المسافة نفسها. امتازت تلك السفينة المتطورة بهيكلها الخشبي والإضاءة المتلألئة على سطح المياه مع محرك بخاري قوي، لذا كانت الخيار المفضل للكثيرين من ميسوري الحال وكبار الشخصيات، ولم يكن أحد يتصور أن تكون هناك أي مشكلة فيها. وهذا يذكرني بسفينة أخرى اعتقد الجميع أنها غير قابلة للغرق. لكن على أي حال، بالعودة إلى شركة كولينز لاين، نمت الشركة لتصبح منافسا شرسا على الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي، مع منافس وحيد آخر يتمثل في شركة كونراد لاين، وهي شركة بريطانية كانت بدورها تسعى لتكون المحتكر الأساسي للرحلات عبر ممر شمال الأطلسي. وفي عام 1835 استلمت الشركة سفينة جديدة، سافرت إلى ليفربول وعادت إلى نيويورك بحمولة هي الأكبر على الإطلاق في ذلك الوقت. فبدأت شركة كولينز لاين في تحقيق نتائج إيجابية والنمو بشكل مضطرد، وبدأ أنها ستحظى بمستقبل مشرق وناجح للغاية. لكن للأسف أصبحت تكاليف تشغيل سفنها المتطورة باهظة بسبب كميات الفحم المستخدمة، كما أن قوة الدفع الهائلة لمحركاتها وهياكلها الخشبية الضعيفة كانت تفرض عليها المزيد من أعمال الصيانة بعد كل رحلة، لذا أصبحت الرحلات باهظة الثمن. لكن بالنظر إلى أن السفن آمنة وبفضل سمعتها الحسنة، أدى الناس استعدادهم لتحمل الأسعار، ولم تعد الشركة تعاني من أي أزمات. لقد حققت الشركة نجاحا غير مسبوق في هذا المجال،
فكما أخبرتكم كانت سفنها تعبر الأطلسية في 10 أيام فقط، وكان إدوارد كولينز مالك الشركة حريصا جدا على الحفاظ على تلك الوتيرة، واستطاع بسفنه الخمسة أن يتفوق بسهولة على شركة كونراد لاين وسفنها الثلاثة. ومع هذا الأداء والإشادات الكبيرة حظيت الشركة بمزيد من الاهتمام، بالرغم من أن سفن كونراد كانت أبطأ بهياكلها المعدنية الثقيلة. اعتقد أصحاب الشركة أنها تجني ما يكفي من الأرباح بغض النظر عن بطئها. ومن بين سفن شركة كولينز نجد أركتيك، ثالث سفينة يتم إطلاقها في الأسطول، وهي الأكبر بطول 87 مترا ومحركين بخاريين جانبيين يعمل كل منهما بقوة 1000 حصان. كانت عجلة المجداف تدور بسرعة 16 دورة للدقيقة عندما تسير بسرعتها القصوى. في وقت إطلاقها أطلقت عليها الصحافة لقب أفخم سفينة تم تشييدها في الولايات المتحدة على الإطلاق، لكن الفخامة والشهرة لا يمكنهما تفادي ما يخبئه المستقبل من مفاجآت. في 27 من شهر سبتمبر لعام 1854 كانت سفينة أركتيك في رحلتها من ليفربول إلى نيويورك تشق أمواج المحيط بسرعتها المعهودة وسط الضباب الكثيف. من المحتمل أنه في ذلك الوقت بعد 4 سنوات من الرحلات وتحطيم الأرقام القياسية، أصبحت ثقة أفراد الطاقم في السفينة ومهاراتهم في القيادة غير محدودة. وعلى بعد 80 كيلومترا من نيوفاوندلاند وصل ربان السفينة الإبحار غير آبهم بالضباب الكثيف دون اتصالات لاسلكية أو موجات سونار أو أي جهاز آخر من أجهزة التعرف على الأجسام، واكتفى بجهاز شفرة مورس فقط. وكانت سفينة الصيد اس اس فيستا الأصغر حجما تعمل كعادتها في المياه القريبة من سواحل نيوفاوندلاند. تعارض مسار السفينة الصغيرة مع مسار سفينة أركتيك واصطدمت بها من الجانب. بعد استيعاب صدمة الحادث عرض قبطان سفينة أركتيك على طاقم السفينة الأصغر مساعدتهم، لكن سرعان ما تبين أن الضرر الذي لحق بسفينة أركتيك كان أسوأ بكثير. نتج عن التصادم ثقب كبير في الجزء المغمور مما تسبب في تسرب المياه إلى بدن السفينة. الآن أصبحت تكلفة الهيكل الخشبي الأسرع في العالم بلا قيمة. تم توجيه السفينة نحو اليابسة في محاولة لسد الفتحات، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، واستمر تسرب مياه المحيط إلى السفينة دافعة السفينة إلى القاع. وأخيراً بمجرد امتلاء غرفة المحرك بالمياه توقفت الغلايات لتتلاشى القوة الأسطورية الهائلة التي اشتهرت بها سفينة أركتيك. تحركت السفينة ببطء حتى توقفت تماماً، واستمرت السفينة في الغرق وصدرت الأوامر بمغادرة السفينة. في تلك الفترة كانت قوانين الملاحة البحرية السارية لا تسمح إلا بحمل 6 قوارب نجاة فقط تتسع لإنقاذ 180 شخصا. تمكن أفراد الطاقم وبعض الركاب من شق طريقهم إلى سطح السفينة واحتلال معظم المقاعد المتاحة على تلك القوارب. كان المشهد وحشيا، ونسي الجميع الشهامة وكل ما تعلموه من أخلاق، ولم يسمح لا للنساء ولا للصغار بالركوب أولا. استغرق غرق سفينة أركتيك 4 ساعات، وكان على متنها 150 من أفراد الطاقم و250 مسافرا، وكل من لم يتمكنوا من العثور على مكان في قوارب النجاة حاولوا بيأس بناء أطواق من أجزاء السفينة. بعد يومين وصلت 3 قوارب فقط بأمان إلى الشاطئ، ولم يعثر على القوارب 3 الأخرى قط. وصدق أو لا تصدق، تمكن فريق الإنقاذ من انتشال بعض الناجين الذين ظلوا متشبثين بحطام السفينة ليومين كاملين. وعلى عكس بقية أفراد الطاقم بقي القبطان على متن السفينة الغارقة، لكنه نجا بأعجوبة، وهو شخص واحد من بين 85 شخصا تمكنوا من النجاة من أصل 400 فرد كانوا على متن السفينة. وعندما وصلت أنباء الحادث بعد 2 أسبوع كانت ردود الأفعال في غاية الحزن على الخسائر في الأرواح. أعقبه غضب عارم بسبب تدابير السلامة الضعيفة وسلوك طاقم السفينة. نشرت الصحافة مطالب الشارع بضرورة تغيير القوانين
لتوفير المزيد من قوارب النجاة، وأنه من المنطقي أن يكون عددها كافياً لجميع من هم على متن السفن. لكن تم تجاهل تلك المطالب، وهو ما ترتبت عنه مزيد من الكوارث فيما بعد. لم يتم اعتماد توفير عدد كاف من قوارب النجاة في القانون البحري إلا بعد حوالي 60 عاماً من حادث أركتيك، وتحديداً بعد كارثة تايتانيك. كانت زوجة إدوارد كولينز وطفلاه أيضاً ممن قضوا في الحادث المفجع. انفطر قلبه، لكنه لم يتوقف عن إدارة شركته. ما زال أمام شركة كولينز لاين سمعتها لتدافع عنها، الأكبر والأكثر رفاهية والأسرع في عبور الأطلسي. قرر إدوارد كولينز تشييد سفينة أفضل من أي سفينة أخرى، وسماها أدريانيك، وكانت أكبر سفينة في العالم بمحركين بخاريين بديلين ضخمين. لم يسبق تصميم محرك بحجمهما من قبل قط. كانت المحركات البخارية في ذلك الوقت تجسد أحدث العبقريات الهندسية، بالرغم من أننا قد لا نراها اليوم إلا في بعض النماذج والألعاب. وبإضافة صاريتين، كان من المفترض أن تتمكن أدرياتيك من الإبحار شراعيا أيضا. لحسن الحظ أنهم تعلموا بعض الدروس من فاجعة أركتيك، لكن قبل اكتمال تشييد أدرياتيك الجديدة وقعت مأساة وغرقت سفينة أخرى من أسطول كولينز لاين. أشارت الأنباء أن ربان هذه السفينة كان يحاول مجاراة إحدى سفن كونراد لاين ليصطدم بجبل جليدي، وأودت هذه المنافسة السخيفة بحياة 141 شخصا. تسبب الحادث في إصابة كولينز بالياس والاكتئاب، وبسبب هياكل سفنه الخشبية الضعيفة اضطر إلى إعلان إفلاس الشركة عام 1858. أما سفينة أدرياتيك الجديدة التي تجاوزت تكلفتها $1,000,000، فقد قامت برحلة واحدة فقط في نهاية المطاف. كانت بدورها كارثية أيضا، إذ اصطدمت السفينة بقارب قطر، لكنها تمكنت من الصمود والوصول إلى وجهتها النهائية في الوقت المحدد. وبعد إفلاس الشركة بيعت أدرياتيك مقابل $50,000 فقط. أزالوا عنها المحركات البخارية العملاقة واستخدموا الأشرعة العادية، وبالرغم من أنها كانت أكبر سفينة على الإطلاق في وقت من الأوقات، فلم يمر أكثر من 30 عاماً حتى جرى التخلي عنها، واعتبرت غير قابلة للإصلاح لترسو في نهر إلى أجل غير مسمى. بيعت السفن المتبقية الأخرى لاستخدام أجزائها في قطع غيار، وترك إدوارد كولينز مجال النقل البحري تماماً، وبحث عن عمل على اليابسة. وبسبب خروج كولينز لاين من المنافسة، ازدادت قوة شركة كونراد لاين، وتمكنت من السيطرة على المحيط طيلة العقود الثلاثة التالية، بل وحتى بعد 180 عاماً أنتجت خلالها مئات السفن. ما زالت سفن الشركة تعمل بشكل دائم في البحار بتقديمها خدمات عبور الأطلسي وتنظيم رحلات حول العالم والرحلات الترفيهية. وإلى يومنا هذا تعد شركة كونراد لاين الشركة الوحيدة التي تنظم الرحلات البحرية بين أوروبا وأمريكا، وهذا دليل قاطع على أن الأسرع ليس دائما الأفضل. يرتفع ضباب كثيف فوق المحيط بينما تغرق الشمس ببطء نحو الأفق. من الصعب رؤية أبعد من 10 أمتار، لكن هذا غير كاف لرؤية هيكل ضخم من بعيد. عندما تقترب سفينتك من الهيكل، ينبض قلبك بسرعة من هول الموقف، ثم تلاحظ أنها تفاصيل سفينة مهجورة. سفن الأشباح موجودة فعلاً، ولا يتم دائماً حل ألغازها. وخير مثال على ذلك سفينة MV هويتا، وهي سفينة خشبية شيدت عام 1931 على شكل يخت فاخر، وقد جاب بها البحر عدة أشخاص لأكثر من 20 عاماً قبل أن يشتريها بحار ساموي وتصبح سفينة تجارية. ولكن في عام 1955 توقفت هويتا عن الخدمة بشكل مفاجئ وغامض. أبحرت السفينة في 3 أكتوبر في رحلة تجارية أخرى كان من المفترض ألا تستغرق أكثر من 48 ساعة. حدوث التأخير أمر وارد في البحر، لذا لم يكن هناك قلق كبير عندما تأخر وصول هويتا كما هو مقرر لها في 5 أكتوبر. لكن بعد ذلك لم تظهر أيضا في اليوم التالي.
لم تكن هناك إشارة استغاثة أو أي علامة أخرى على وجود هويتا في أي مكان بين نقطتي المغادرة والوصول. أرسل فريق بحث وإنقاذ للعثور على السفينة، وبقي الفريق يستكشف المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع قرابة 6 أيام. في 12 أكتوبر عادت البعثة إلى القاعدة خالية الوفاض، واختفت هويتا دون أن تترك أي أثر. بعد شهر واحد فقط لاحظت سفينة تجارية أخرى اسمها توفالو السفينة المفقودة بعيدا عن مسارها وتنجرف في عرض البحر. صعد البحارة إلى السفينة فوجدوا أن جميع أفراد الطاقم والركاب البالغ عددهم 25 شخصا كانوا في عداد المفقودين مع جميع البضائع التي كانت تحملها السفينة. ووجدوا أيضا أن جهاز الإرسال قد ضبط على تردد قناة الاستغاثة الدولية، مما يعني أن الطاقم كان يحاول طلب المساعدة، لكن لم يتمكنوا من الوصول إلى أي شخص لأن كابل جهاز الإرسال قد تضرر مما قلل نطاقه إلى 3 كيلومترات. ولم تكن قوارب الإنقاذ موجودة أيضا، مما يشير إلى أن الأشخاص الموجودين على متنها قد غادروا السفينة بالفعل. ولسوء الحظ يبدو أنهم أخذوا معهم سجل الأحداث وتركوا فريق الإنقاذ جاهلا بما حدث. وحتى يومنا هذا لم يتمكن أحد من حل لغز ام في هويتا، فلا أحد يعلم وجهة الطاقم والركاب والسبب الذي دفعهم إلى مغادرة السفينة. لم تكن سفينة اس في كارول اي ديرينج سفينة أشباح بمعناها المعتاد، فلم يجدها أحد في عرض البحر، بل عثر عليها على الشاطئ، لكن ظروف وصولها إلى الشاطئ لغز غامض. شيدت سفينة اس في كارول اي ديرينج عام 1919 في ولاية ماين، وكانت سفينة كبيرة مخصصة للرحلات التجارية، لكن للأسف رغم التكلفة الكبيرة لتشييدها لم تخدم سوى عام واحد قبل أن تقوم برحلتها الأخيرة. كانت السفينة متجهة من بورتوريكو إلى ريو دي جانيرو عبر نيوبورت نيوز لتسليم شحنة من الفحم، وذلك في 19 يوليو لعام 1920. وكانت في نصف الطريق تقريبا نحو وجهتها عندما مرض القبطان مرضا خطيرا، فعاد الطاقم لترك القبطان وابنه واستبدال القبطان. أبحرت السفينة دون أن تتعرض لأي حادث، ولكن عندما وصلت إلى باربادوس في ديسمبر للتزود بالوقود كانت هناك تقلبات مزاجية غريبة بين أفراد الطاقم. يبدو أن مساعد القبطان لم يكن سعيدا بالقبطان الجديد، لكن لم يعر أحد ذلك أي اهتمام في ذلك الوقت عندما كان عليهم فعل ذلك. شهدت كارول أي ديرينج في البحر آخر مرة في 28 يناير 1921، عندما رأتها سفينة مضيئة قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية. كان هناك جلبة أسفل السارية حيث لا يسمح عادة للطاقم بالوصول إلى هناك، ثم شاهدتها سفينة أخرى لكن لم يكن على متنها أحد. في 31 يناير عثر على سفينة التجارية جانحة في منطقة دايموند شولز، وهو موقع يشتهر بالكثير من حطام السفن التي كانت تصل إليه منذ قرون. عندما صعد فريق البحث والإنقاذ على متن السفينة وجدوها مهجورة، واختفى السجل والممتلكات الشخصية للطاقم إضافة إلى قاربي النجاة. لا يوجد أي دليل حتى الآن يفسر ما حدث لكارول أي ديرينج، رغم أن السبب الأكثر ترجيحا هو التمرد. ربما لن نكتشف الحقيقة أبدا. ربما تكون أس أس باي كيمو واحدة من أكثر سفن الأشباح شهرة في التاريخ كله. شيدت باخرة الشحن الكبيرة هذه في السويد عام 1914، وشقت طريقها في البحر لأكثر من 16 عاما لتجارة الفراء مع القبائل المحلية في ألاسكا وكندا. ولكن بعد ذلك وبالتحديد في 1 أكتوبر لعام 1931 علقت بيكيمو في الجليد. في البداية بدأ أن الطاقم سيكون قادرا على تجاوز الجليد ومواصلة طريقهم،
لأن السفينة تحررت من الجليد بعد يومين، لكن بعد أقل من أسبوع علقت مرة أخرى، وهذه المرة إلى الأبد. وبعد أسبوع آخر أرسل فريق إنقاذ لجلب 22 من طاقم بيكيمو، بينما بقي 15 آخرون ينتظرون حتى الشتاء إذا لزم الأمر لإعادة السفينة. ولكن بعد شهر ضربت عاصفة ثلجية قوية معسكرهم، فخرج البحارة من ملاجئهم ليجدوا السفينة قد اختفت. لحسن الحظ بعد بضعة أيام أخبرهم صياد محلي أن بيكيمو لم تختفي بعد، لقد رآها على بعد حوالي 72 كيلومتر من موقعهم. تمكن الطاقم من تعقب السفينة، لكنهم وجدوا أنها لن تنجو من الشتاء، فأخذوا منها أثمن الأشياء وتركوها. لكنهم كانوا مخطئين، تمكنت SS بيكيمو من النجاة في ذلك الشتاء، فعندما تحطم الجليد أبحرت السفينة من تلقاء نفسها وجرفت نحو شواطئ كندا وألاسكا. شوهدت سفينة الأشباح هذه عدة مرات، فرآها البعض تطفو في عرض البحر ورآها آخرون عالقة في الجليد. حاول الناس الصعود على متنها وإنقاذها، لكن الظروف الجوية أو نقص المعدات كانت تمنعهم دائما. شاهد سكان ألاسكا الأصليون SS بيكيمو آخر مرة عام 1969 بعد 38 عاما من هجرها، وما حدث بعد ذلك لا يزال مجهولا لنا. قصة سفينة SS أورانج ميدان من أكثر قصص سفن الأشباح المحيرة والمروعة في القرن العشرين. لا أحد يعلم على وجه اليقين ما إذا كانت السفينة موجودة في الأساس، فلم تسجل في لويدز شيبينج السجل الدولي للسفن، مما يجعلها إما قصة طويلة أو سفينة تجنبت التسجيل الرسمي لأسباب مشبوهة. على أي حال، تختلف الروايات حول ما حدث لسفينة ميدان، لكن وفقا لمعظم التقارير كانت السفينة تقل بضائع مجهولة في المياه الإندونيسية، عندما تلقت سفينة أخرى نداء استغاثة من مكان قريب. سمع الضابط المناوب رسالة استغاثة، لكن محتوياتها مختلفة وفقا للروايات. لم تتكرر الرسالة ولم يرد طاقم ميدان على محاولات التواصل معه. أسرعت السفينة التي تلقت نداء الاستغاثة إلى الإنقاذ، لكنها لم تصل إلى السفينة إلا في اليوم التالي، عندما كانت قد انجرفت فعلا. عندما صعد رجال الإنقاذ على متن السفينة لم يجدوا أي ناج من أفراد الطاقم، ومع ذلك فقد قارب نجاة واحد، أي أن هناك شخص واحد على الأقل من أفراد الطاقم تمكن من الفرار. ولا يزال ما حدث لبقية الأشخاص على متنها لغزا حتى يومنا هذا. ومع ذلك لا معلومات مؤكدة حول هذه القصة، وبالتالي قد لا نعرف أبدا ما إذا كانت SS أورانج ميدان سفينة حقيقية وليست شيئا من الخيال. SV زبرينا بارجة شراعية بثلاثة أعمدة، بنيت عام 1873 لرحلات التجارة النهرية في أمريكا الجنوبية. خدمت البارجة لأكثر من 4 عقود، وأثبتت أنها سفينة متينة وقوية، ثم نقلت إلى أوروبا لاحقا، حيث واصلت أداء مهامها بشكل جيد. ولكن بعد ذلك، وبالتحديد في أكتوبر عام 1917، أبحرت زيبرينا في رحلة عادية ليعثر عليها على الشاطئ بعد عدة أيام. على الرغم من أن السفينة كانت سليمة تماما، اختفى الطاقم المكون من 5 أفراد ومعهم القبطان. ليس هناك دليل مباشر أو حقائق موثوقة عما حدث بالفعل في ذلك اليوم. النظرية الأكثر إقناعا هي أن الطاقم قد جرف بعيدا عن السفينة بسبب انفجار وقع في الماء، ثم أبحرت السفينة بدونهم، لكن الحقيقة تبقى مجهولة كما هو الحال دائماً.